جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: إذا خرجت من المسجد لمدة 10 دقائق ثم رجعت، هل يلزمني تحية للمسجد؟ إذا كنت خرجت بنية الرجوع ورجعت قريبا فليس عليك تحية المسجد، لأنك في حكم الجالس في المسجد. أما إذا تأخر الوقت فإنك إذا جئت تؤدي تحية المسجد، لأنه طال الفصل وانتهى الجلوس الأول وهذا جلوس ثاني. نعم.